بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. رجعلكو بأكلة كلنا بنحبها جدا، هي الملوخية الناشفة اهي معايا هي، وانا كمان اللي منشفاها وفرموها في الكبة في المطحنة، وادي معايا 4 فصوص ثوم او 5 مهروسين جدا اهون، ناعم جدا خالص. ومعايا هنا طماطم مضروبة في الخلاط. هوريكو بقى طريقتي في عمل الملوخية الناشفة، بتبقى طعمها تحفة تحفة تحفة. جوزي بيموت فيها جدا اكتر من الخضرة، يعني احنا بنتخانق دايما، اعمل خضرة في الموسم بتاع الخضرة يقول لي اعملي ناشفة، عاوزني اعمل ناشفة في الموسم بتاع الخضرة او مش في الموسم، يعني في اي وقت، مش عاوز الخضرة دي خالص. هو بيحب الناشفة وبيحب طعمها. فيلا بينا بقى نبدأ ونعمل الملوخية الناشفة. اهو يا حبايبي، حطيت بس معلقتين زيت، انا بحطهم عشان لما اجي احط الزبدة او القشطة ما تتحرقش. هبدأ بس احط كده الثوم معاهم، عشان انتوا عارفين لو حطيت الزبدة بتقوم محروقة بسرعة، فانا مش عايزاها تتحرق قبل ما الثوم يتحمر، فهعمله بس نص تحميرة كده وبعدين احط الزبدة تكمل معاها. طبعا انتوا عارفين ان الثوم ما بيستحملش على النار خالص، فانا وطيت النار عشان اخده براحته كده ما لسوعوش، لان الثوم اذا اتلسوع منك او اغمق ارميه واعملي غيره عشان بيمرر الاكلة. اهم حاجة الثوم يكون متحمر كويس. هو دي في المرحلة دي ابدأ احط معلقة الزبدة بتاعتي، انتوا عارفين ان انا بحب اطبخ، اهي معلقة زبدة. ده بنطلعه من الثلاجة فمسته شوية. بتدي طعم للخضار، اذا كان ملوخية اذا كان بامية اذا كان ملوخية خضراء والسبانخ كمان، اي خضار بتعمليه معلقة الزبدة دي بتخليه تحفة، له تيست كده معين جميل جدا. اهو شفتوا بقى التوم في نص سواه كده، هيبدأ بقى ياخد شوية مع الزبدة، مش هيلحق. ايه لو كنا حطينا الزبدة الاول على الحلة السخنة كانت هتقوم محمرة ومحروقة في الأول. كده نزلت اللي على المعلقة كله، طبعا انا موطية النار لسه معلتهاش عشان محرقش الزبدة معايا. في ناس كتير قوي انا بعملها بالطماطم، في ناس كتير بتعملها زي الملوخية الخضراء كده من غير طماطم خالص، بس جربوا الطريقة بتاعتي. الطريقة بتاعتي مختلفة، احنا على طول بنعملها هنا وعند ماما وكله، انا متربية على الطريقة دي، فانا ما جربتها. انا جربت التانية وجربت دي، الطماطم بتديها سكارة كده وبتديها طعم مسكر معسل كده جميل. اهو انا مش عاوزة افصل بس معاكم اوريكم، شوفوا الزبدة ما شاء الله عمالة تفور. طبعا الاكلة دي بنعملها مثلا لو انت عاملة محشي وفايد منك لتاني يوم شوية صغيرين هتعملي جنبها، بعمل جنبها طبق الملوخية، او من اول يوم بعمل جنب المحشي جنب رز جنب مكرونة مثلا وهتعملي جنبها اي بقى فراخ او اي حاجة، بيبقى طبق الملوخية ده بيفرق كمان في وسط الاكل كده، بيبقى جميل جدا. او كده انا حاسه ان هو خلاص بقى الذهب اهي في المرحله اللي احنا عايزينها. هبدا بقى اجيب الطماطم واحطها، على فكره هي الطماطم مش كتير قوي يعني، واسيبها بقى تغلي كتير لغايه ما تتسبك معايا. مش هتتسبك قوي زي الطبيخ اللي احنا بنعمله، بس ايه تاخد وتدي مع الثوم شويه. هرجع لكم بقى لما تستوي شوية.
اهي حبيبي كده اتسبكت. شوفوا طردت الزبدة على الوش اهين. اول ما تلاقي المادة الدهنية طلعت على الوش كده بتبقى خلاص، هي بدأ خلاص كده اتسبكت. هبدأ بقى اجيب الشوربة عليها، هحط الشوربة وارجع لكم. اهي حبيبي انا حطيت الشوربة وبعدين سبتها لما غليت. لازم تغلي، لو حطيتيها قبل ما تغلي الملوخية هتسقط تحت والشوربة هتطلع فوق ومش هتبقى كويسة، لازم تتحط في المرحلة دي. انا حطيتها اهون. بجيب بقى المضرب وابدا اضرب عشان ما يبقاش فيه تكتلات خالص اهو. عارفه ان البخار مش مبين قوي بس مش عارفه اجيبها ازاي. بندننا بقى نعمل بالمضرب كده جامد جامد عشان اي تكتلات تروح. اهي والله العظيم بتبقى طعمها تحفة خيال كده. جربي بس الطريقة دي ومش هتندمي. اهي هتغلي بقى غلوتين كده علشان طعم الملوخية يبان مستوي وندفع عليها وتاكلي احلى ملوخية ممكن تشوفيها. هي حبايبي خلاص هي كده بقى المرحلة دي خلاص هطفي عليها النار وغرفها لكم بقى واقدمها لكم ان شاء الله. وده احلى طبق ملوخية ممكن تاكليه، ملوخية ناشفة جميلة. شفتوا عاملة ازاي؟ شوفوا سمكها برضو، كل البخار مضايقنا جدا اهو. شفتوا السمك بتاعها؟ مستعجلة عليها، انا مش عايزة اسيبها تبرد وعشان اوريها لكم. اهي جميلة جدا. يلا بالهنا والشفا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.